رغم رمزية الاقتراع بشأن استقلال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا وعدم الاعتداد به قانونيا، إلا أن الصفوف الطويلة من المقترعين توضح أهمية هذا الملف بالنسبة لسكان الإقليم. وقد نظمت المؤسسات المؤيدة للاستقلال حملة نشطة لضمان مشاركة كبيرة من سكان الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا، والذي يعتبر من أغنى المقاطعات الإسبانية، بمساعدة أكثر من 40,000 متطوع في إقامة مراكز اقتراع. التصويت يرتكز على استطلاع رأي المشاركين في رغبتهم أن تصبح كاتالونيا دولة ومستقلة. استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من 80% من سكان كاتالونيا، البالغ عددهم قرابة 7,500,000، يرغبون في صيغة من صيغ الحكم الذاتي عن إسبانيا، بينما حوالي 50% من السكان يرغبون في الاستقلال التام. الأوضاع جدا ممتعة هنا، يمكنك أن تلاحظ أن الجميع متحمس لهذا التصويت، ومن الممتع أن ترى التحرك القومي للكتالونيين. إنه لشعور رائع أن ترى السعادة على وجوه الجميع، هذه الوحدة، وكيف يقوم الكل بحمل العلم الكتالوني. إنه شعور مميز. نتائج التصويت سوف تظهر الاثنين، ومع عدم الاعتداد بها طبقا لقرار من المحكمة الدستورية، إلا أن التصويت سيمثل بلا شك نقطة مفصلية هامة في سعي الكتالونيين إلى الاستقلال. مريم قدور، العربية.